السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ربنا يحرسكم ويحفظكم جميعا بإذن الله يا رب العالمين. السمك ده طبعا مش باين سمك ايه، بس ده سمك بوري صغير، فانا خليت الراجل يشيل الجلدة من عليها وقلت اقليه، تبلته وقليته. المهم من التتبيلة انا حطيت يعني التوم وكمون والفلفل، طبعا انت عارفين توابل التتبيله بتاعه التوم بتاعه الايه سمك. انا حطيت عليها معلقه مستردة، انا نسيت اقولها يعني في الطريقه وانا ايه بعملها، انا قلتها دلوقتي اهو. يلا بينا نشوف انا عملتها ازاي، والطريقه سهله وسريعه وطعمه جميل جدا. اول حاجه انا عندي اهو ده سمك بوري، بصوا انا شايله الجلده من عليها، خليت الراجل يشيل الجلد من عليه، وكنت حاولت ان انا اقطع نصاص كده بس قلت لا بلاش بقى، خليها بقى ايه زي ما هو، يعني تقطيع تعجبك. المهم ان انا عندي الخلطه، حطيت على الخلطه معلقه مستردة، طبعا انتوا عارفين الخلطه بتاعت السمك اللي هي كمون وليمون وخل وثوم. حلو الكلام. فانا عصته في الهوات وايه وسيبته في التتبيله لغايه ما يقضي اقليه. هجيب بقى ايه هنا طبق او كيس، احط فيه شويه دقيق صغيره كده صغيره، وهروح احط الطاسه على النار واحط فيها الزيت. انا حطيت الطاسه على النار وسبت الزيت، حطيت على الزيت بس بمسك واحده كده بعدها ايه دي على جنب، باخدها الايد اللي انا بمسك بيها يبقى ايه يعني ايد امسك بيها الطاري علشان الدقيق ما يكلكعش في ايدي التانية، وايد امسك بيها الايه اللي انا بعمل بيها الخلطة عشان يبقى ناشف. شايفين كده اهو، وبدوس عليها بالدقيق. بالخلطة احط دول بالمرة، بس ممكن نعمل ايه كده اهو هزود شوية دقيق كمان صغيرين خالص. هنزل علشان اعفره كله، نديك طبعا همسحه علشان احط فيه المناديل بتاعتي اللي انا هطلع عليها السمك. بصوا لقيت لو مش عايزه تقصي ايدك همسك بقى واحدة واحدة كده ايه واعمل كده انفضها، وبعد كده ايه هقليها في الزيت. تمام يلا بينا نروح على البوتاجاز التاني كده عشان نشوف الزيت وهو بتقلي. بص لما هديت النار علشان امسك ايه
سمك واحط بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه؟ واحده واحده. بس انا ما عملت الثانيه دي ايه؟ بتستوي ايه؟ حاجة كده في السريع. المهم ايه تكون ايه سريعة او تجهزيهم جنبي وتحطيهم. خلص بقى ايه الآلية كده. بص يعني ايه يعني انا قدحت الزيت وهديته وبعد كده ايه حطيته. المهم ان هي فيها الزيت ما ايه ما اقعدش اقلي فيها لما تمسك نفسها. اخلصه بقى وارجع لكم. بصوا بقى لما طلعتها بصوا الناحيتين ازاي اهو مستويه من الايه من الجناب من الجنبين. بص يا جماعة اهو خلصته خالص. اسرع اكله. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مع اكلة جديدة ان شاء الله.